طيب استاذ هواري، لو فرضا ازمه القيد بتاعت الزمالك اتحلت بكره، الزمالك بعدها مباشره هيجيب مين لاعبين؟ يعني مين اللاعبين اللي حاطط عينه عليهم او مخلص معاهم بعد رفع ازمه رفع ايقاف القيد؟ انا هجيب اللعيبه دي على طول. ده السؤال، بس في سؤال جنبه. في سؤال قبله. برافو عليك. خليها جنبه. هي ازمه القيد هتتحل ولا مش هتتحل؟ طيب الاسبوع اللي فات كلمتك في ازمه القيد دي وقلت لك ان الزمالك بيتحرك فيها بشكل كويس جدا وبالفعل جمع جزء كبير من المبلغ. لا النهارده بقى بقول لك خبر كويس جدا للجمهور، الزمالك بعت جزء كبير جدا من الغرامه لنادي سبورتنج لشبونه، تحوله بالفعل على حساب سبورتنج لشبونه. حلو الخبر ده. مبلغ حوالي يقترب من $1,000,000. ممتاز. تحوله بالفعل. فاضل 300 و400 ألف تقريبا. 1,400,000 وكسر كده. حلو جدا. حوالي 1,500,000. فالزمالك حوالي مثلا 60% من قيمه الغرامه تحولت لنادي سبورتنج لشبونه. يعني ابداء حسن نيه كده ان انا بدفع وبحاول ان انا اخلص القصه. لو في امكانيه ان سبورتنج لشبونه بقى يتفق مع الزمالك جدول الجزء الباقي تمام، ما حصلش اتفاق الزمالك عنده النيه برضو انه يكمل ويسدد ويخلص قصه سبورتنج لشبونه. قصه تشمبونج المبلغ مش كبير، بنتكلم في 270,000 دولار هيخلصوا، مش قصه. حلو قوي. طيب السؤال بقى الرئيسي، الزمالك هيتحرك ازاي؟ تابعتك امبارح في الانترو كده فيديوهات كده سريعه، اتكلمت انت في حاجه كويسه في قصه كويسه. سألتك قلت كل حاجه غلط. لا خالص. اتفضل. قصه السوق، ان السوق بيقفل شويه. أيوة. وده سؤال وجهته مباشره النهارده المسؤول في نادي الزمالك. قلت له السوق بيقفل والدنيا؟ قال لي لا خالص، احنا في لعيبه افارقه متفقين معاها، في لعيبه راحت انديه، بس في لعيبه احنا متفقين معاها، وفي انديه بتسيب اللعيبه بتاعتها لاخر وقت عشان يشوفوا اقصى استفاده يقدروا يستفيدوا منها ماديا. فلا السوق ما قفلش، احنا يعني ماشيين بخطوات كويسه. اكد لي ان في 2 لعيبه افارقه، مدافع في اتفاق معاه، وفي وينج بيلعب يمين وشمال متفقين معاه. قال لي احنا مش قلقانين خالص من قصه ان السوق يقفل. طيب اللعيبه المصريين بتتحركوا فيها ازاي؟ قال لي ان مش لعيبه كتير، لكن المركز الرئيسي اللي عايزين ندعمه هو مركز رقم 8. طب بنتكلم في مين؟ نفس الاسماء اللي كنا اتكلمنا فيها كريم قبل كده، محمود حماده، ناصر ماهر، محمد شحاته. في 2 من دول هيجوا مع عوده اوباما طبعا اللي رجع للزمالك، في 2 من الثلاثه دول هيكونوا موجودين. بنتكلم ناصر ماهر، محمود حماده، محمد شحاته. طيب الصفقه اللي الزمالك بقى داخل فيها كصفقه اضافيه لانه لعيب مميز ويقدروا برضو يوظفوه زي ما بيتوظف فتوح، محمد حمدي لاعب نادي انبي. وبالمناسبه هو كان معانا محمد جمال وقال لك هو عايز يروح الاهلي. محمد حمدي موقع رغبه للنادي الزمالك. هو ما بيسيبش حد في حاله. انا كنت بتكلم في حاجات انا بحبها، هيجيبك بحاول اتواصل مع احمد اخو محمد. لعيب كويس قوي، حصل كلام. ولعيب مميز، هو لعيب هايل وبيلعب اكتر من مركز. وعلى فكره كان في مفاوضات مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت والناس كلها كانت بتتكلم على محمد حمدي لاعب بيراميدز، والاهلي كان بيكلم محمد حمدي لاعب انبي السنه اللي فاتت اصلا. يعني السنه دي ما حصلش مفاوضات، بس المعلومه اللي عندي ان رغبه اولى عند احمد اخو محمد او محمد ان هم يطلعوا اوروبا. هو كان معايا مسؤول من نادي انبي وقال لي كده، قال هو الرغبه عنده الاولى حقيقة. انه يطلع عنده اكتر من أوروبا. بس لو ما جاتلوش اوروبا هيبقى عنده زمالك واهلي او اهلي وزمالك اكيد. وعنده وكان اسمه اتطرح على مسؤولي النادي الاهلي في حته تعاقد، بس الاهلي عنده تحفظ شويه في التعامل مع مسؤولي انبي بسبب اللي حصل في صفقه مصطفى شلبي والمغالاه الماليه واللاعب راح الزمالك بعديها والقصه دي. ف يعني عشان كده بتهالي ممكن اقول لك معلومه واعتقد انت كمان عارفها، هو اللي عارفها وليها علاقه بالخبره في سوق الانتقالات. مهما كان في حوارات بين انديه وازمات، المصلحه تحكم. يعني لو محتاج لعيب هنسالك اللي فات. يعني لو الاهلي كان محتاج محمد حمدي جدا وفعلا كان زعلان من انبي، كان الامور هتتحل. يعني في اوفه المهاجم بتاع انبي تعرض على النادي الاهلي وكان في تفكير جدي فيه، ولحد دلوقتي ما الموضوع يمكن ما اتحسنش. وتعرض على الزمالك. لا ومناسبه كلامك يا كريم، فعلا لينا في امام عاشور عبره. يعني في حاجات بتتغفر لاي حد. لا انا بتكلم في فكره يعني. لا بتكلم على الادارات. انا من بعد حسام ابراهيم، برافو عليك، ما بقاش عندي خلاص. هي كلها هي نفس الشبه، هي التعامل مع الاداره. انا بطلع اقول كده المصلحه يا جماعه. رمضان صبحي كان قد كده شفنا وتابعنا، كان يجي معانا الاستاد والماتشات خلاص. فيعني بعد حسام ابراهيم انا كريم بالنسبه لي الموضوع حته حسام ابراهيم طبعا. يعني كان حسام ابراهيم بالنسبه لي اساطير يعني خلاص، ان هم واهلي مين تاني هواري؟
في لعيبه تانية ولا محمد حمدي؟ لا احنا برضو بنتكلم يا كريم ان الاجانب المركزين اللي هيتم التدعيم فيهم باجانب هو المدافع اللي بالشمال ووينج يلعب في الناحيتين. هروح معاك لحته المهاجم لان برضو الناس بتسال والناس كانت بتقول ان الزمالك في حاجه لمهاجم. الموضوع لحد دلوقتي مش مطروح قوي، موضوع مهاجم افريقي مش مطروح قوي. هل ممكن سيف الجزيري يطلع ويجي مهاجم؟ لا ده سيف برضو مكمل مليون في المية. ناصر منسي راجل مقتنع بيه ولا لا؟ مقتنع وموجود لان هم شايفين برضو ان انت ما عندكش، وفي السوق حتى المحلي برضو ما عندكش اتعرض غفة ممكن يجي. فخر الدين بن يوسف اتعرض لكن الزمالك ما دخلش فيه بقوة قوي. لو الزمالك فكر في حتة المهاجم يا كريم، مين اللي هيطلع؟ مش سيف الجزيري، وقتها هيبدأوا يفكروا في نضاي، لكن ده هيبقى متوقف ان الزمالك يكون جاب الوينج الافريقي اللي متفق معاه. لو جابه وفكر في مهاجم سي مثلا فخر او اي مهاجم، هيكون بديل لنضاي مش بديل لسيف الجزيري. انا عندي معلومه ان الزمالك مستني موقف ولتر بواليا مع النادي الاهلي وممكن يجيبه فري. لو لا خالص ما اعتقدش. انا دي معلومه بقى، انت شوف ودور وراها. ولتر بواليا ولتر بواليا انت عارف هو عايز يفسخ عقده مع الاهلي وعايز يعني يخلص الموضوع، والاهلي مشى مكسولي مشى لعيبه كتيره الفتره اللي فاتت دي او بيخلص من يعني اللعيبه اللي كان جابها وطلعت اعارات. ففي كلام او معلومه عندي ان ولتر بواليا عايز يفسخ عقده مع الاهلي، وفي كلام مع انديه مصريه كتير على راسهم نادي الزمالك. حلو.